ورد اليمن. الله اسم ريحته حلوة قوي. ربنا يحليلك دنيتك. عندك كم سنة يا ورد؟ 22. يا الله شميت ريحة الورد يا شيخ سلام. يدك هتترحش قوية. حمام حمام يا ورد اليمن. أتكسف أقولها عيب. أنت كمان يدك حلوة قوي. الحمد لله. أحلى حاجة عملتها صالحة في عمرها كله. سيب الكفن سيب الكفن مركوب سيب الكفن. كده عندها يا همام. ولو كانت حلوة سيب الكفن. تلقاه رجف لما شافها اتكسف يطلع جت معها بالهوى. يحكسوا قبل ما يبصوا. على حرام على يدك اليمين على ما على اجاك من تعال هنا. مين دي يا همام؟ مين دي؟ نجاتك يا احلى صلحة في الدنيا. الحمد لله. همام نادم على جامع يشيني، تلقاه نايم ورا الباب. حاضر. تعال يا همام. تمت اتجوزت خلاص؟ ما فيش بيات غير عندي. قلت ايه؟ وماله بنت عمي؟ ترجع بس قاعتي. دي غريبة ما تعرفش الطريق. تتهينها ولا هيني. أنا علي الجن علي. أستاذي إبراهيم بعتي رسول ليك يا مصطفى بك. قل له ينسى جن علي، مماليكي كلهم جاهزين وعلى أبواب بيته. جاهزين فين؟ كلهم باعوك يا مصطفى بك، والمسكين الوحيد اللي فضل مخلص ليك أهو تحت رجلهم. وانت جاي ليه؟ اهربك ومالي وارضي. مالك وارضك هناك في الصعيد، هحافظ لك عليهم لغايه ما ترجع من المدفع. وان قلت لا تحمر. والامان جن علي. ليك الامان والوعد وكلها شهور وترجع من المدفع، وهقف جنبك لغايه باب القلعه. عهد قسم جن علي. المصحف مصحف والسيف جن علي. وادي المصحف بتاعي اهو. هات السيف بتاعك. السيف خاين. الشهادتين أولى من الشتايم يا مصطفى بيك. مسكين المماليك هيتعبوا قوي لغاية ما يعلقوك. تحياتي. ها عملت ايه يا جن علي؟ لو شفت لون دمه كنت اطمنت يا مولاي. لا اله الا الله. الله يرحمك مصطفى بيه. ليه؟ ليه كده يا جن علي؟ ليه؟ كان ناوي يقتلك والولاء ليك. مين ابوك جن علي؟ مش فاكره. انا ابوك جن علي. ده شرف كبير يا ابراهيم بيك. ها مين سيدك جن علي؟ حضرتك يا أبوك ولا سيدك؟ ما شفتش أبويا وربتني أنت.
وما خلفتش الجن علي. 4 زوجات وعشرين قارية وإبراهيم بيع عقيم وجن علي ورثني. طفت العمر ليك يا مولاي. مسكين مصطفى بيه. يدفن مصطفى بيه وانت تحبس نفسك 3 أيام جزاء لجرمك الشنيع. أمر مولاي. وبعدها تخرج تشوف صرفة في أرض المرحوم في الصعيد. جن علي انصرف انصرف يا قاتل. خد ابويا يا شيخ العرب، خد طربويا يا شيخ العرب. انا في عرض. يخرب بيتك جن علي. انا ما لمستش اي حد فيهم يا مولاي. هما مين قطع كل الرز دي جن علي؟ عرب خونه عملوها وقبضوا الثمن. لحسابك جنعاني. لا يا مولاي لا، لحسابك انت ورث مصطفى بيه. مصطفى بيك الله يرحمك. مصطفى بيك اوحش حاجه في الدنيا الخيانه جنعاني. مش اوحش من ضياع الارض والقصب يا مولاي. ارض وقصب ورث مين جنعاني؟ ورث مولاي ابراهيم بيه. جن علي هجموا علينا وسط القصر زي القطع، رش من الداري ولقيت فيها الغدر والسلاح. ما شفتش غير عنيف، حس الروس حس كانه ما يحس برسيم. لكم كانت لسه في حنك ابوي وامام مسحت مره السلطان، حكت راس ابوي وطرت وافتكرت كلام ابوي ويقول لي لو ضاق الحال بحد فينا روح للشيخ العرب همام. كنا يقولها لي تاني طرت لحد ما قلبي كان هيسكت من اول الصبح لحد العصر وانا طاير لحد ما بقيت السهمة ولا شايف. اجري وبس اجري اجري لحد ما وصلت. عرفت مين هم؟
أكيد مماليك. لا، عينيهم زي عينينا وأيديهم سمرة زي أيدينا. عرب دلاديل مماليك. أرضكم في زمان مين؟ كانت في زمان مصطفى بيك. تمام يا ولدي.